فوتة في المقصورة. لا بلاش في الحمام. لا والله في جو راحنا توا في الويكاند. صباح الخير. صباح النور يا خالي. صباح الخير. الحمام باهي في الشتاء ربي ينظف عرضكم وربي يقد ايامكم ويزينها. نهير اليوم الشميسة طلعت على بكري وهايلة. جيت وجبت الشميسة. ونحب نهني ولد اختي بعيد ميلاده الاش و30. صحيح طيب خليك في الاش. ونتمنى له كل السعادة وربي يفضل لك يوسف وك المرأة الباهية اللي لاهية بيك ولو كان مش هي راهو كليك الدود. كاينه هكا سمع فيك كلمة حلوة. وقفت لك وتنير لك في الدرب بتاعك. ربي يدوم أيامكم في العز والهناء. ونحب نسلم على ولد أختي محمود 10 ايام اخرين عند ميلاده. ونبوس له هكا القنفيده اللي عنده ربي يفضلها له. والمخرج بتاعنا سامي مازال ماهوش ناوي. مازال ماهوش ناوي ان شاء الله في الثنيه ربي يوصل بالسالم. ربي يوصل بالسالم. يستنى في الحنينات. يستنى في الزياده. عندك الحق. ماك تعرف في الصين بعد ما عملوا القرار بتاع واحد بركه يجيبوا واحد بركه ودام سنين في بالك اللي توا طالبين الزياده. الحكومه الصينيه قالت لهم زيدوا والجماعه مش ناويه. لان الشيخوخه بدات تضرب في المجتمع بتاعهم وبلاد الصناعيه ما نحاشتها باليد العامله. وبالتالي الناس مروفزين الثاني توا يعملوا لهم في تحفيزات وتشجيعات وينقصوا لهم في الاداءات وثم تقريب زيادات في الشهريات. والجماعه ديما تقول نيا 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 نيا. ما صبحتش عليا. نزلت انت بايك وحده. هيبوب. هيبوب يا عزيزه يا غاليه. يا نورتنا. يا سوشل. يا 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 لبه. ما هو برجها بالصيد هي. باللبه هو بين قوسين تقريبا باش نتفاهموا مع الاداره باش نبدلوا العنوان بتاع الحصه بتاعنا. احنا ماتينا الويكاند افيك لي كابريكون. احمد يولي اسمه. افيك لي تروا كابريكون اي لا بتيت ليون. ها يا سيدي نبداو في الترندنج. صباح الورد ليك سامي برج التقني. برج الفلس سامي مانيفيت. ان شاء الله اياماتكم كلها ضحك اكيد. واحنا في لي ريزو سوسيو باش نحكيو على اكثر لي بوست اللي تبارتاجيو. ولكن باش نحكيو على حاجه بالانجليزي لي بوست. لي بوست اللي تبارتاجيو اكثر على لي ريزو سوسيو على السوشيال ميديا. باش نحكي على حاجه ياسر سامباتيك قاعده تتبارتاجو. هما دي فوتو. لي فوتو نتاع شنو؟ نتاع شباشب. بون شو نقولها بال شليك معناها شليك. بون مش قبقاب هما رقابوش. تعرفوا رقابوش؟ نو. رقابوش هو قبقاب مهذب برشا هذاك اللي يمشيو به الحمام. لا هذوما الشباشب خلينا نقول. شليك حشاك. مش قال الكلمه شنو المشكل يا اخي؟ قولوا حشاك. انا هاني مش كلمه البلديه يقولوا شلاكه. رد بالك شلاكه باهي. انا هاني مش نقول اللي يسمعوا فينا يدخلوا على الباج فيسبوك جاره فهم يشوفوا الشباشب باللبناني. الشباشب يشوفوا معاك تولي افيون تولي كاني جروبيتا ولا بالفرنسي تولي كلاكيت ولا تونغ ولا دونك باش يشوفوا الشباشب هذوما كيفاش عندهم لا كونسيبسيون ياسر سمباتيك. علاش؟ على خاطر سيسام موريس واللي هو مصمم هو يخدم في خدمة عادية. دونك يخدم نجار. لا يخدم في سوسيتي. قرر بما أنه يشوف في ترامب ويتابع فيه على تويتر وشاف لي تويت نتاعو كيفاش متضاربين. عنده أكثر من 40,000 تغريدة. مرة يغرد على اليمين مرة يغرد على اليسار. دونك أسبيرا من الفكرة نتاعو باش يخرج لي تويت نتاعو ويطبعهم على الشباشب هذوما ويكون الديزاين انسبيري من لي تويت دو ترامب. دونك إيدي ياسر سامباتيك أنك تاخذ لي تويت نتاع ترامب وتاخذ والرأي المخالف نتاع نفس الشخص. فرد منه وفرد منه. فرد اليمين والفرد اليسار. فيها برشا غوشيرش وفيها برشا كرياتيفيتي ويعمل منهم ديزاين نتاع شباشب هذوما يكونوا انسبيري من التويت دو ترامب حسب موقع بزنس انسايدر الامريكي اللي عمل انترفيو مع سام موريس اللي خلق الفكره هذيا نتاع الشباشب. وقال انه حسيت في كتابه ترامب ولا التويت نتاع ترامب اللي يوصلوا اكثر من 40,000 تغريده انه اراؤه ديما متناقضه. هذاك علاش حبيت نبرز النفاق نتاع الرئيس الامريكي ترامب. موريس كما قلنا يخدم في دوام كامل. دونك يخدم عادي على الاخر في قطاع الاعلانات دونك في البيبيسيتي.
ولقى انه الفكره باش تخليه يروج اكثر ليدي نتاعو ويكون فيها كوتي كريا ويكون فيها برشا ماركتينغ. دونك خدم مع 47 ولايه اللي خذاو البرودوي هذايا نتاع السلعه نتاعو، وهو عادي يخدم في بيروه من الصباح لليل، لكن ليفغيزون قاعده تكبر بشويه بشويه. ليدي ياسر مزيانه فيها برشا ريشيرش. السيد هذايا موريس من قبل وهو يقرا كانت عنده ليزيدي هذوما مهبله شويه نقولوا نحن، كان قبل يطبع على تيشيرت حاجات ياسبيري من 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 حاجات في الحياه اليوميه، كان يخدم على اوراق اللعب نتاع الصغار. دونك من صغرته كانت عنده الهبلات كما نقولوا النمنمه هذه. لكن لكن انك تخرج الحقيقه تغريدات رئيس ترامب وتشوفهم في ديزاين ياسر مزيان، وتنجموا تبعوا الفوتو في الفيديو توا على باجنا فيسبوك. دونك شوفوا قداش مزيانه، قداش في الغوج هو ماخذ ديزاين في الغوج، ولا واللي تويت ما تعرف في البلو هكا معك معليك العصفور في البلو. دونك كونتراست مزيانه برشا، وليدي ياسر تحفونه. دونك هذايا من اكثر لي زارتيك اللي تبارتاجيو، من اكثر التصاور اللي داروا على لي ريزو سوسيو. نحكيو على ترامب، وترامب اللي باش يكون ان شاء الله في مش هو باش يكون حاضر، لكن باش يكون في الجولدن جلوب 2019، دونك نسخه 76 لجوائز الجولدن جلوب لافضل اعمال السينما، باش ينطلق غدوه ان شاء الله. باش يكون ترامب حاضر في الـ في الـ في الـ البوديوم. لا مش يكون حاضر، لكن اللوطة. لا لا مش يكون حاضر جمله، لكن باش ينقدوه. باش ينقدوه، باش يكون هو محل معناها اهتمام الناس اللي باش يكونوا حاضرين غادي، باش ينقدوا اعماله، باش ينقدوا بتيتو تصريحاته، وباش يكون ان شاء الله الحفله هذه تنقلوا شبكه ان بي سي الامريكيه، وحفل باش نتابعوا فيه اكيد برشا اعمال، منهم العمل المرشح اللبناني دونك كفر نحوم لينا دين لبكي، واللي ان شاء الله ان شاء الله يكون يحوز على جائزه في مسابقه الافلام الاجنبيه. دونك ترامب ديما عامل البوز وين ما يمشي، كل سوا على الشباشب والا حتى مواقف مش لك، مواقف مش لك، مواقف مش لك. دونك هذوما هما الاخبار اللي قاعده تتبرتاج على لي ريزو سوسيو.